النشرة: إحباط محاولات تقدم داعش وإعادة فتح طريق السخنة دير الزور. الحديث عن رقم كبير، أنا أعتقد بالمقارنة مع ما جرى من مواجهات والتحام وكسر لفورة هجوم داعش لا تقارن هكذا يعني. رياح الشمال تهب زيارات للمسؤولين إلى عكار. بلا بيجوا زيارات قبل الانتخابات بشوي، بيعملوا برمي علينا، بس قبل ما بنشوفهم معلم. الجديد تستقصي: الحريري يبني قصرا في عانا البقاعية. قصر الشيخ سعد، هذا قصر الشيخ سعد تأخر كتير، يعني تأخر له شي 10 سنين تقريبا أو 11 سنة. كريدي يتحدث إلى الجديد عن واقع أوجيرو. لا GDS ولا غيره، أنه أوجيرو وجدت لتبقى، مش رح تختفي بيوم من الأيام. خطة التيار لعودة النازحين تعود إلى مجلس الوزراء. هذا اللاتوطين يجب أن يرفق بآلية عملية تبدأ بقرار حكومي. وعاشوراء بعيون مسيحية. حسين لأن إمام علي مفهومه وثقافته وحضارته لأنه. مساء الخير. تهتدي الأقمار السياسية إلى خطيب الضاحية في ليلة 9 من محرم، فيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم وغدا في مسيرة العاشر، والإطلالة صباح ومساء أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، واكبها جيش وقوى أمن وعناصر حزبية، مع إبقاء العيون والمسارب مفتوحة على أي تسلل إرهابي، لا سيما أن هذه المناسبة تشهد سنوياً إحدى أضخم المسيرات الشعبية التي تأتي هذا العام على توقيت هزيمة داعش والنصرة في الجرود. الفعل المبني على الهزيمة هو فعل مصارع في الداخل السوري، حيث ثلاثية الجيشين السوري والروسي وحزب الله تخوض معارك صد محتدمة لداعش والنصرة، وقد أحبطت حتى الساعة بضع محاولات تقدم للإرهاب شمال غربي دير الزور. والعمليات المحتدمة شهدتها البادية السورية على طريق دير الزور تدمر في أول تحرك من نوعه لداعش والنصرة بعد خساراتها المتتالية في العراق إلى حدود الأردن فالحدود اللبنانية. ومن هنا كانت القبضة الأمنية في الداخل اللبناني محكمة منعاً لأي رد فعل انتقامي. لكن النقمة لم تقتصر على جبهة داعش والنصرة فحسب، فثمة من يقيم حلقات الندب على قرارات المحكمة العسكرية، والآسفون على شباب الأسير كانوا جمعا تحلق في مجدليون وأعادوا ثابتة قديمة تؤكد أن من أسر صيد 3 أعوام وحارب الجيش كانوا جنود الست. فقرار العسكرية لم يرق بهية، ورأت في الأحكام الصادرة قسوة أحدثت رد فعل في المدينة ككل. وتطلعت النائب الحريري إلى التمييز والعفو العام، مع العلم أن مدير مكتبها من آل الشريف لم يكن من ضمن المتلو عليهم الأحكام، على الرغم من أنه ساهم في إخفاء أحمد الأسير بعد معركة عبرة بناء على طلب كبيرة مجدليون. وبحروب الشوارع الانتخابية هذه المرة تدخل عكار المصنف الأكثر فقرا باب الاستعجال السياسي إلى تفقدها، فورة لا تحدث إلا مرة كل موسم انتخابي، تصيب عوارضها الوزراء والزعماء فيهتدون إلى عكار ويعاملونها بفئة $100. وفضلا عن هذه الورقة الخضراء التي تقدم كإغراء انتخابي، فإن الحكومات تنسى عكار وإنماءها وتهمل ناسها، وبينهم من هم خزان العسكر البشري. وعلى مدى 25 عاما من حكم الحريري الأب والابن، كانت الأموال السعودية تجنح ولا تسلك طريقها شمالاً، فيما أموال إيران تشيد العمران الجنوبي.
إذن الجيش السوري يحبط هجوماً لداعش ويعيد فتح الطريق الدولي بين دير الزور وتدمر. هزائم تنظيم داعش المتتالية وخسارته الجغرافية وتسجيله هروب قياداته لم تمنعه كلها من إعادة هيكليته ورص صفوفه، وتمثل ذلك في لجوئه إلى الهجوم بعدما اقتصرت عملياته على الدفاع. ففي عمق البادية السورية على طريق دير الزور تدمر تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم عنيف شنه إرهابيو تنظيم داعش على مراكز الجيش المولجة حماية الطريق الدولي بين دير الزور وتدمر، وتمكنت وحدات الجيش والقوات الرديفة بضغطية من الطيران الحربي من صد الهجوم ملحقة خسارة كبيرة بصفوف داعش. ولاحقا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات تقدم لداعش والنصرة في غربي سوريا وشرقيها. داعش بدون شك لا يزال قادر على شن إغارات، ولكن لم يعد بمقدوره التمسك بالأرض، وهذا كان واضح من سرعة استوعاب الهجوم وقدرة استعادة المواقع التي تقدم من خلال داعش. أولا كل المنطقة التي تمتد من جنوب غرب السخنة وحتى باتجاه الميادين البوكمال حتى باتجاه المريعية دير الزور، هذه المنطقة لا تزال تحت سيطرة داعش. نحن نتحدث عن منطقة تمتد على حوالي 200 كيلو، يعني منطقة كبيرة جدا تحتاج إلى تموضع، إلى إعادة مثلا تنظيف البؤر والجيوب، وهذا لم يحصل نتيجة الاندفاع السريعة وحاجة الحلفاء مع الجيش السوري لفك الحصار عن مدينة دير الزور. لذلك تعرضت إلى هذا الهجوم، هجوم منسق متقن 10 مفخخات أو أكثر، لذلك جرت معركة التحام. تعمل وحدات الجيش على تأمين الطريق الدولي لحماية حركة المرور على الطريق بشكل تام، وذلك بعد الهجوم الذي كلف الجيش السوري وحلفائه خسارة بشرية وصلت إلى 56 شهيدا، من بينهم شهداء لحزب الله تراوح عددهم من 14 إلى 16 شهيدا. الحديث عن رقم كبير، أنا أعتقد بالمقارنة مع ما جرى من مواجهات والتحام وكسر لفورة هجوم داعش، لا تقارن هكذا، يعني المعارك هي تقارن بالنتائج عندما يكون هناك أعداد كبيرة من الانغماسيين. لم يستطيع داعش بالرغم من سرعة الاندفاع من انطلاق يعني من عدة محاور عبر إغارات ومفخخات، نجح الجيش السوري باستوعاب الهجوم واستعادة كل المناطق أو النقاط التي خسرها، وأعاد يعني فتح الطريق من السخنة إلى دير الزور. على الرغم من محاولات البغداد الأخيرة إعطاء مقاتلي التنظيم الجرعة المعنوية واستقطاب مقاتلين آخرين، إلا أن إعادة ترميم الجسم العسكري للتنظيم بات متعذرا، خصوصا بعد فتح الجبهتين العراقية والسورية التي حالت دون إعطاء داعش أي فرصة، ودفعه إلى تحويل استراتيجيته نحو محاولات إرباك الجيش السوري لتأخير تقدمه وتكبيده أكبر عدد من الخسائر له ولحلفائه. روانت أبو خزام، قناة الجديد. محافظة عكارية من أكثر المحافظات اللبنانية ثمانية حرمانا من الخدمات والإنماء، ومع كل موسم انتخابات يتقاطر إليها المسؤولون، حتى بات شمالي لبنان يحظى بلقب أكثر المناطق فقرا والزعماء يعدون الناخبين بالإنماء. هبت رياح الشمال وتزحمت الزيارات لعكار وطرابلس، فقبل زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قصد المنطقة توني سليمان فرنجية بمرافقة وزير الأشغال يوسف فنيانوس، وقبله كان لأحمد الحريري زيارات عدة، ويبدو أن منطقة الشمال على موعد أيضا مع زيارة لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، زيارات انتخابية تحمل إلى أكثر المناطق فقرا في لبنان وعودا إنمائية. وعود ومحاولة طحشي على مدينة طرابلس وعلى الشمال، هيدا الشيء شفناه بال 2005 وشفناه بالتسعينات وشفناه بال 2009، وكان دائما ينحط مشاريع وينوضع حجر الأساس ويرجعوا يجوا من بعدها يكسروا حجر الأساس وتمشي الأمور وياخدوا العالم بالعاطفة وبالهيصة. يا أخي الانتخابات والله كلياتها ما بدنا إياها نحن، لأنه وينها كلها غلط بغلط، ما حدا عم يوقف مع الشعب.
انتخابات ما بنشوفهم الا بالانتخابات. بلا بيجوا زيارات قبل الانتخابات بشوي بيعملوا برمي علينا، بس قبل ما بنشوفهم معلم بدهم يجوا يشوفونا على طول ويطلعوا بحولتنا. شمال لبنان الذي أنجب أغنى زعماء الوطن يعاني الفقر والعوز، فبحسب بيانات البنك الدولي المنشورة ضمن تقرير عن الوظائف في شمال لبنان، يحتل الشمال المرتبة الثانية بعد البقاع لناحية معدل الفقر، ف36% من سكانه فقراء، نسبة تتجاوز معدل الفقر على الصعيد الوطني البالغ 27%. ويتحدث كذلك مدير برنامج الحماية الاجتماعية والعمل في البنك الدولي رود كوكسي عن الإهمال والفقر في الشمال، قائلا إن الحكومة المركزية لم تتمكن من تقديم أي دعم لهذه المنطقة. ويقود هذا الإحصاء إلى تلمس نتيجة واحدة تقول إن كل الحكومات على مدى 25 عاما من الرئيس رفيق الحريري الأب إلى سعد الإبن لم تقدم للعكاري سوى $100 ثمن شراء الصوت الانتخابي، فيما كانت الأموال التي تغدقها السعودية على المسؤولين لا سيما في تيار المستقبل تسلك اتجاهات خاصة، ولم تنل لا طرابلس ولا عكار من الإنماء سوى وعود من موسم انتخابي إلى آخر. والمشاريع الإنمائية التي شهدتها المنطقة كان ينفذ معظمها نائب رئيس الحكومة آنذاك عصام فارس ومن أمواله الخاصة، حيث أنشأ في عكار مستشفيات ومدارس وجامعات. نحن منقول للناس ما بقى تصدقوا هذه الطبقة السياسية الحاكمة. قدرت ثروة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد رحيله ب 16 مليار و700 مليون دولار توزعت على الورثة، وهي ثروة تراكمت في فترة توليه رئاسة الحكومة منذ عام 92، بحيث وصل إلى الحكم ب2,500 مليون دولار، وبقيت عكار والمناطق المجاورة محرومة المال الخاص والمال العام. والمقارنة تنقلنا من الشمال إلى الجنوب ومن أموال السعودية إلى أموال إيران، فإن كان المال السعودي عرف طريقه فقط إلى جيوب المنتفعين، فأموال الفرس أزهرت جنوبا وعرفت القرى أيضا مشاريع كويتية وقطرية. ومع عدم إغفال السمسرات كان الجنوب يشهد حركة عمرانية لافتة، أهل طرابلس وعكار والمناطق المجاورة لطالما نادوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ببي الفؤرة، ولطالما رفعوا اللافتات واثقين بغيره من الشرفاء، لكن كل هذه الثقة لم يترجمها الزعماء سوى وعود وشعارات انتخابية. ليال بو موسى، قناة الجديد. قصر 7,000 متر مربع هو أساس برنامج المستقبل الانتخابي في البقاع الغربي. بدأ الحديث عن بناء ضخم يشيد على أراضي بلدة عانى البقاعية عام 2009، غاب الكلام سنوات ليعود اليوم، وبين من قال أنه قصر ومن قال أنه قاعة ضخمة قررنا البحث عن الحقيقة. مراحب، ضيعنا هذا قصر الشيخ سعد. لم نكتفي بكلام هذا العامل، استطعنا الحصول على رخصة البناء التي تجيز لشركة المروة العقارية تشييد بناء بمساحة 7,459 متر مربعا. غصنا في ملفات السجل التجاري لتتضح الصورة أكثر. الحصة الكبرى من أسهم المروة تعود ملكيتها إلى ميلانيوم ريل استيت هولدينج، الشركة التي يظهر اسم ابن عمة رئيس الحكومة نادر الحريري على سجلاتها كرئيس مجلس إدارة ومساهم ومؤسس ومفوض توقيع. رئيس الحريري عنده فوق عقار محدد بيملكه وعم يعمل فيه مبنى لحتى يعني يقرب من ناسه. نحن منه في نزل. هو اللي بده يكون قريب من الحدود السورية والاقتصاد السوري الأكثر والأقل. كان عنده بيت ولا ما كانش عنده؟ كل بيوته هون. يعمل مؤسسات، يعملنا مستشفيات، يزبط لنا الطرقات، يوظف العالم، هيك بكون قريب أكتر للعالم. أطلق اسم ريتم البقاع على كيم دلوز ونحن معه علناً. هلا يجي لهون أهلا وسهلا، بس منستقبلوش كسياسي يعني. القصر للحريري إذن، وبناؤه يأتي في سياق الاستعداد للانتخابات النيابية التي بدأت الأحزاب بتزييد ماكيناتها. الانتخابات هي حلقة في سلسلة، يعني العمل السياسي ما بتوقف،
بالانتخابات بصير اكثر تركيز على الشأن البرنامجي، اكثر تركيز على التواصل مع الناس بشكل يومي وبشكل مركز من شان تسويق او من شان اقناع الناس بوجهة نظرك. منقول عن حالنا انه نحن جاهزين، منقول عن حالنا انه نحن حاضرين على الانتخابات. وضعنا وضعنا منيح. على الرغم من اطمئنان نائب المستقبل اليساري الى وضع تياره، تجري رياح الارقام بما لا تشتهي سفنه. اخر استطلاعات رأي ببيع الغربي رشيا وعبد الرحيم راد عمل تقدم نسبة لانتخابات 2009. تيار اللواء ريفي عنده نشوء خجول اكيد على حساب الاصوات اللي عند الرئيس الحريري، لان تيار المستقبل هو المتراجع. تاخر كتير، يعني تاخر له شي 10 سنين تقريبا او 11 سنه عن النظره لهم، وجاي لعندهم من بعد ما هن كشفوا الامور انه ما في شيء ملموس خدمات لهم مباشره بتفيدهم كمنطقه. نحن صار كتير مشاريع كبير. أول شيء خليني أقول لك، مع أنه بعدنا في بداياته، في مشروع معالجة الوضع الكارثي بنهر الليطاني، في مساعدات إجت من البنك الدولي لإقامة محطة بالبقاء الأوسط إلى جانب محطة زحلة تخدم أب الياس والمرج وبر الياس وعنجر، في تمويل آخر مشان الشبكات، في كتير مشاريع يعني عمل بالمنطقة. إذن استدعى التيار الأزرق مارده سعد الحريري شخصيا على أرض ملعب البقاع. حسان الرفاعي، قناة الجديد. بعد تقرير الجديد الخاص بالمخالفات الإدارية التي ارتكبها المدير العام لهيئة أوجيرو السابق عبد المنعم يوسف، رئيس الهيئة الحالية عماد كريدي يرد عبر المنبر نفسه في مقابلة خاصة مع الزميلة جوال حاج موسى. ولا زمن عبد المنعم يوسف لكن مخالفته باقية، فهل يسير عماد كريدي على خطاه؟ هو سؤال طرحناه في تقرير عرض في نشرة الجديد الإخبارية مساء 17 من أيلول، أجاب عنه رئيس هيئة أوجيرو الحالي عماد كريدي. مؤمن بمبادئ معينة مهنية وشخصية، فبعتبر أنه لا، من ماشي على خطى حدا، ماشي على خطاي أنا. النقيب السابق عاطف مكرزل تحدث يوم ذاك عن تطبيق سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت عام 2012 باستنسابية من قبل عبد المنعم يوسف، ومستعينا بالمستندات نفسها أكد كريدي أنه اطلع على الأرقام وآلية تصحيح الأجور وغلاء المعيشة ليجد أنها طبقت بحسب الأصول ووفق الجداول. إلا أنه في موضوع الفوائد على تعويضات نهاية الخدمة، فقد سار كريدي على خطى معاكسة لتلك التي سلكها يوسف. قرر أنه يخصص إعادة الفوائد للمستخدمين الموجودين على رأس عملهم، اللي لقيته أنا هذا قرار مشحف. أخذنا قرار بأنه لا، اليوم الفوائد ترد إلى كل من ساهم بهذا الموضوع، يعني كل الموظفين حتى اللي بطلوا على رأس عملهم بهيئة أوجيرو. مكرزل طرح عبر الجديد قضية تجميد صندوق التعاضد لمستخدمي أوجيرو، أما كريدي فأكد أن عمل الصندوق مستمر ويستفيد منه كل مستخدم يسدد اشتراكاته به. السؤال اليوم، هل اللي نحن عم ننتقد هالصندوق عم ندفع اشتراكاتنا لهالصندوق بعد ما تركنا الخدمة أو لا؟ لأنه إجا وقتنا وقت حتى أنا أتفادى الجدلية كنت بدي أخذ قرار أني ألغي هالصندوق ورجع المال لأصحابه، بس لقيت أنه في ضغط داخلي باستمرارية هالصندوق. وفيما يبدو أن الشؤون الإدارية في أوجيرو أشبه بعملية كر وفر، استفدنا من وجودنا في ضيافة هيئة تمسك عصمة الاتصالات بيدها للسؤال عن مواضيع شغلت الرأي العام، والإنترنت غير الشرعي على رأس اللائحة. سبب الإنترنت غير الشرعي هو عدم إمكانيتنا نحن بإعطاء السوق اللبناني حاجته. أنا ما عم برر، عم نقول نحن اليوم لو الأوفر أو شبكتنا بغاية من الدقة ما حدا بياخد بيروح على الإنترنت غير الشرعي. نحن اليوم خفضنا الأسعار، عم نزيد الكاباسيتي على النتورك تبعنا، عم نقدم الخدمة وعم نحاول نقدم الخدمة بالطريقة المضبوطة، كل الناس بتروح على الخدمات اللي بتقدمها الدولة اللبنانية. مثل كل شيء بالحياة في سبب وفي مسبب. في شبكة الانترنت الخاصة الجي دي اس اللي حصلت على اذن من وزير الجراح وزير الحالي بممارسة مهامه، مستخدمة الانفراستركتور تبع اوجيرو. اوكي، تبع وزارة الاتصالات يعني هي اوجيرو الموكلة استخدامها بطبيعة الحال. هل تعتبروا كاوجيرو انتم صار موقعكم مهدد؟ يعني صارت هي عم بتحل مكان أوجيرو بهذا الموضوع؟ موقع أوجيرو بيصير مهدد يوم اللي أوجيرو بتتخلى عن دورة. لا جي دي اس
ولا غيره، انه اجيره وجدت لتبقى، مش رح تختفي بيوم من الايام. في معلومات بتقول انه بلشت بالحمره وبالاشرفيه، في عندهم بايلوت بروجكت عم بينفذوه اليوم. الطعن اللي قدم بمجلس الشورى رفض، عم نراقب الوضع عن كسب كتير مع وزاره الاتصالات لحتى الامور تصير بحسب الاصول. بس هذا الشيء كمان ما بيهمني، ماني معني فيه، انا معني بامكانيات الهيئه بخططها للمستقبل، وهذا اللي نحن عم نشتغل عليه، وما حدا حيخوفنا ابدا بهالشيء. أين أصبحت خطة التيار الوطني الحر المتعلقة بالعودة العكسية للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة؟ بعد كلمته الواضحة والجازمة التي قالها على الملأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون فيما خص رفض لبنان توطين اللاجئين والنازحين على أرضه مهما كان الثمن، بات من الملح قرن الموقف بالفعل، لاسيما أن مسألة العودة العكسية للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة وردت في خطاب القسم. التيار الوطني الحر أول المبادرين إلى طرح خطة عمل تقدم بها قبل نحو عامين الوزير جبران باسيل، وقد وافق مجلس الوزراء في عهد الرئيس تمام سلام على معظم بنودها. فأين أصبحت هذه الخطة؟ الوزير باسيل راح يدفع أنه هيدي الخطة تنطرح بجدول أعمال مجلس الوزراء ليكون في آلية عملية لملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وبهيدا الشكل بيكون عند الحكومة اللبنانية آلية عملية خط كناية عن خطة متدرجة لمشان وضع هيدا الملف على سكته الصحيحة، لأنه ما بيكفي نقول أنه نحن عم نطبق الدستور ونقول لا توطين. هذا لا توطين يجب أن يرفق بآلية عملية تبدأ بقرار حكومي، وهذا ما سيكون هدف الرئيس بالمرحلة المقبلة. ضبط الحدود أبرز بنود الخطة، إضافة إلى أقفال المعابر الحدودية أمام الدخول الجماعي للسوريين، وإلزام جميع السوريين تسجيل أنفسهم، من دون أن ننسى أهمية إجراء مسح ميداني للعمالة الشرعية وغير الشرعية، وترحيل الأفراد الخطرين على الأمن، وسحب بطاقات النزوح من غير مستحقيها. ولكن إذا كان لقاء باسيل المعلم أحدث ولا يزال ترددات سلبية داخليا، فكيف سينجح التيار في إقناع الأطراف الرافضة في حكومة الرئيس الحريري بحوار الحكومة السورية؟ شو المانع ينحكى مع الحكومة السورية يلي هي طرف أساسي بهذا الملف لمشان عودة النازحين السوريين؟ نعتبرها مثل ملف الكهرباء ومثل أي ملف آخر، وبالتالي يجب النظر بهذا الموضوع من مصلحة لبنان العليا. بما أنه الرئيس سعد الحريري هو عنده أولوية أساسية وبيقولها بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، فشو المانع من أنه يطلع قرار لبناني يشكل دفع للقرار 2254 اللي هو يلي هو آخر قرار اتفقوا عليه بمجلس الأمن الدولي بالعام 2015، ويلي عم نشوف الاتفاقات يلي عم بتصير عليه حاليا انه بإنشاء مناطق تخفيف التصعيد والحل السياسي وما إلى ذلك. عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مصلحة سورية كذلك. كمان السوريين عندهم هاجس من المحافظة على وحدة الدولة السورية وأراضيها بظل إعلان انفصال كردستان في العراق اليوم عن الدولة المركزية. هناك هاجس من تقسيم سوريا، وعودة النازحين السوريين ومشاركتهم بإعادة إعمار سوريا. وفي انتظار أن تسير آلية التنفيذ على سكة الصحيحة، تبقى المصلحة الوطنية العليا فوق أي مكابرة أو اعتبار. دارين دعبوس، قناة الجديد. جولة رعوية للبطريرك الراعي في زحلي وتضامن مع الأهالي في ظل أزمة النزوح السوري. على واقع قرع الأجراس دخل الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى دار مطرانية الموارنة في زحلة، يرافقه راعي الأبرشية المطران جوزيف معوض، وذلك ضمن زيارة رعوية إلى زحلة تشمل المؤسسات الرسمية والدينية والتربوية، حيث أكد الراعي أننا نعيش أزمة سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة من بينها أزمة النازحين، آسفا لسقوط الضحايا يوما بعد يوم، آخرها ضحية مزيارة التي هزت لبنان. ودعا الراعي إلى تضافر الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه المأساة.
وتحت أقواس النصر والأعلام اللبنانية والبطريركية واللافتات التي رفعت لاستقباله، وصل البطريرك إلى دار بلدية زحل المعلقة، حيث عرض رئيس البلدية المهندس أسعد صغيب مشروعين إنمائيين لحل أزمة زحمة السير والتلوث البيئي من خلال وضع وسائل نقل ضد التلوث، فيما أبدى الراعي دعمه الكامل وتأييده لهذه المشاريع الإنمائية، معلنا تضامنه معهم في الصرخة التي أطلقوها بقضية النزوح السوري. أنت بتعرف أنه صار في عنده المياه الحرة، صار عم بنفسه اللبناني في كل شيء، وكأنهم عم ينتزعوا لقمة الخبز من تمها. هذا شيء من المعقول، ولأنه ممكن أنه يستمر. ما فينا نحن نفقر شعبنا ونطرد شعبنا ونهجر شعبنا، لأن عم نعمل عمل خير مع إخوة لنا. نحن منطالب بعودتهم. ما حدا منا بيجهل انه سوريا بنعخاص مساحتها اكبر من لبنان ب 18 مره، ومشكله تحت الحرب. ما فينا نضام على همه الدول، الدول بهمها الحرب، الدول بهمها تعمل مشاريعها السياسيه. وأشار الراعي إلى أنه وفي ظل عجز السلطات عن إتمام دورها بإمكان البلديات إتمام عدد من المشاريع ذات المنفعة العامة. كيف يحيي مسيحيو لبنان عاشوراء؟ بالزمانيات كنت أصير ونعصير. لمين؟ إيه للدريبة. كيف كنت تشوف؟ ومسح لهم دمهم. هكذا يستذكر أبو جوزيف ابن 95 عاما كيف كان يساعد أبناء بلدته عند إحيائهم ليالي عاشوراء. لمسيحيين نبطية نظرة خاصة إلى عاشوراء، فهم أبناء بلدة انتفضت في وجه العدو الإسرائيلي عام 1983 عندما منعهم هذا العدو من إقامة المسرحية العاشورائية التقليدية، محاولا المرور بقافلة عسكرية في وسط الحشود. وجود المسيحيين في المدينة يعود إلى أكثر من 400 سنة، فالدير لا يزال موجوداً، كذلك الكنيسة والمدارس. وهناك حي لهم يعرف بحي المسيحي. نشأوا في أجواء إحياء عاشوراء منذ سنوات طويلة حتى باتت تقليداً لدى كثير منهم. في موسم عاشوراء مش بس أبناء الجنوب بيجوا كتار، ولكن نحن إلنا شعور خاص، هيدا بيتنا والمناسبة عنا نحن منشارك فيها، لأنه الحسين لألنا نحن أولاد بيئتنا وعشناها من صغرنا لعاشوراء، وكل سنة يعني منحفظها ومنجدد معها ومنشارك فيها من يوم موعينا لهلأ. نحن بياتنا قبل مننا ونحن من بعدنا، وأولادنا كمان نفس الشيء، بننزل نمشي بالمسيرات. في سيرة عاشوراء يحكى أن مسيحيا يدعى جون قاتل مع الحسين واستشهد بين يديه، كما يحيي مسيحيو عدد من البلدان العربية هذه الذكرى مشبهين ما جرى بكربلاء بدرب جلجلة السيد المسيح، كما وصف المفكر السوري أنطوان بارا في كتابه الحسين في الفكر المسيحي. في صدر المسيحية صلب مجنون روما نيرون تلميذي السيد المسيح بطرس وبولس عقابا لهما على إدخال المسيحية إلى روما، وكذلك فعل يزيد بالإمام الحسين. هناك من الناحية الروحية هناك تشابه بين الثورة المسيحية وبين الثورة الحسينية، من حيث أن هاتين الثورتين هما اللتان أعطيا المعنى الروحي والإنساني للانتفاضات الثورية المحقة في انتفاضاتها أو ثوراتها على الظلم. يسوع المسيح أخذ عدل أكثر لأنه خضع لمحاكمة. الإمام حسين لسوء الحظ لم يحصل على محاكمة لا صورية ولا غير صورية. طوائف نعمة والطائفية نقمة، هذا ما قاله السيد موسى الصدر، فمشهد الخور في مسجد والشيخ في كنيسة يعكس المعنى الحقيقي للأديان السماوية السمحة. بعد الإعلان، صورة سيلفي تستدعي توضيحا. مشاهدينا الكرام، ننتقل للاستماع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.